محطة نظام مع المسافر. مبروك، ألف مبروك الفوز وتحقيق الثلاث نقاط المهمة. الأهلي في الصدارة، النصر في المرتبة الثانية، الهلال ثالثا مؤقت، وبإذن الله الهلال يفوز بكرة وتكتمل بأن لا كعب يعلو على كعب الفرق السعودية في آسيا. أثبتت الفرق السعودية بأنها الفرق الأفضل في القارة الأسيوية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا وليد يا فراق انت والزملاء اللي معاك. ألف مبروك الفوز النادي الأهلي. اشكون انتم جايين تلعبوا أهلينا قوة ما راح تغلبوا. رسالتي إلى غرم العمل، أستاذ غرم المدرب ماتياس ياسر مدرب كبير ومدرب مناسب لظروف الأهلي الحالية. الأهلي الآن لا يملك لا جناحيسر ولا محور ولا أظهرة ولا دكة حتى، ولا يملك صانع لعب حقيقي، والمهاجم أحيانا يعني مرة في فورمة فراس مرة ما يسوي شيء. ماتياس كيف لو اكتملت صفوفه؟ الأهلي يجب أن يدعم في الشتوية ثم نحكم على المدرب ماتياس. شكرا لكم. الأهلي تأهل لدور الـ16 كأول فريق في النخبة، تأهل الآن إلى دور الـ16، هذا أول فريق سجل يا تاريخ، هذه خليها هنا. طيب الآن الأهلي يبغى له خلطة كده محليين مع شوية أجانب. أنت قلت يا أبو بدر محمد صلاح متاح والليفر ما حيجدد معاه، فالأهلي أولى والله لايق عليه. أنا ما قلت محمد صلاح متاح. محمد صلاح طلع في تصريح أمس يقول أنه ليفربول لم يقدم له عرض حتى الآن، وهو مصدوم من الموضوع هذا. فأنا أشوف أن اللاعب إذا ما كان في إمكانية أن يلعب في نادي من الأندية الكبيرة في إنجلترا، فيجب أن يغادر إنجلترا ويروح يلعب في نادي أوروبي برضه على نفس الوزن، يعني يروح أسبانيا مثلا يلعب في أحد أندية ريال مدريد أو برشلونة. أقل من كذا لا يقبل بالأندية الأقل، والأندية يفضل خلاص أنه يطلع من أوروبا كنجم. هذا الرأي اللي قلناه. هل يذهب للدوري السعودي؟ ممكن يروح يلعب في الأهلي المصري، ممكن الرجل يبغى يختم حياته في بلده، هذا شيء راجع له يعني. فبذلك أنا ما قلت الأهلي ولا قلت أن الرجل متاح، يعني نحن قاعد نتكلم كأنه محمد صلاح عندنا موافقته، بس قاعدين نختار نوديه الأهلي ولا الهلال ولا النصر. لا يا جماعة الخير، حتى الآن اللاعب لم يغلق ملفه في موضوع نادي ليفربول. طيب خليني أروح سريعا